السلام عليكم. علامات الساعة الكبرى ظهرت فوق برج الساعة اليوم في مكة المكرمة أمام المسجد الحرام في الحرم المكي. سنعرض لكم التفاصيل الآن، ولكن قبل مشاهدة الفيديو ادعمنا بإعجاب ولا تنسى الاشتراك بالقناة ليصلكم كل ما هو جديد. تعرضت المملكة العربية السعودية أمس لصاعقة رعدية وطقس حاد مضطرب أدى إلى تعطيل حركة المرور في الكثير من المدن السعودية وأسفر عن سقوط بعض اللافتات، بالإضافة إلى انتشار البرق في سماء المملكة والذي وصل لتلامسه مع برج الساعة في مكة المكرمة. المشاهد التي حدثت في المملكة العربية السعودية أمس من أمطار ورياح وبرق ورعد تذكرنا بظهور إحدى علامات الساعة الصغرى، وهي إقامة المباني المرتفعة في مكة وظهور الزرع على جبال مكة في الشتاء الماضي. تصدرت عاصفة مكة المكرمة ترند جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد أن ضرب المملكة العربية السعودية عاصفة شديدة الخطورة أثرت على عدد كبير من المناطق والبلاد، نتج عنها هطول الأمطار على رأس المصلين في الحرم المكي الشريف، وأدت إلى تساقط اللوحات الإعلانية والأشجار، بالإضافة إلى انتشار البرق في سماء المملكة والذي وصل لتلامسه مع برج الساعة في مكة المكرمة. وانتشر خلال الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو لصاعقة تضرب برج الساعة الشهير في مدينة مكة المكرمة والذي يطل على الكعبة، ليظهر خط برق يضيء بقوة بين السماء وسارية البرج، مما أثار الذعر في نفوس المواطنين الذين اعتبروا أن ما حدث يعد من علامات الساعة، بسبب أن برج الساعة يعتبر ناطحة سحاب وأعلى مبنى في السعودية حتى الآن، حيث أن البرق تلامس في أعلى البرج حتى السماء كأنه يخبرنا برسالة معينة، أن هذا البرج من علامات الساعة بسبب ارتفاع الشاهق. والمعجزة أيضا التي حدثت هو ظهور الصواعق والأمطار في عز فصل الصيف في أشد الأجواء حرارة في السعودية ودول الخليج، وهذه معجزة تخبرنا برسالة معينة، سبحان الله. كما تم تداول مقطع آخر يوضح تساقط أعمدة الكهرباء والأشجار نتيجة عاصفة مكة المكرمة، ويعتبر برج الساعة في حد ذاته هو معجزة الزمان وعلامة من علامات الساعة التي أخبرنا عنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أن مكة عرفت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بكل عدد سكانها ومبانيها، فأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة ارتفاع المباني فوق جبالها، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ثم يبنى في مكة أحسن ما كان، فإذا رأيتم مكة قد بعجت قذائم ورأيت البناء يعلو رؤوس الجبال فاعلم أن الأمر قد أضلك. وتفسير بعجة قذائم أي حفر وقنوات، وهي الأنفاق الأرضية الموجودة تحت جبال مكة وتحت أراضيها والأنابيب الضخمة لمياه زمزم. فسبحان الله، قد تحقق حديث رسول قبل 1400 سنة، وهو انتشار المباني الضخمة والعالية وحفر الأنفاق تحت أراضي مكة، كل هذا قد حدث في زماننا اليوم. وأضاف العالم الأزهري أن الرعد والبرق أيضا يعتبر آية من آيات الله سبحانه وتعالى، يرسلهم الله كإنذار للبشر على ما يرتكبون من معاصي ومخالفات ليرجعوا عنها ولا يتمادوا فيما يفعلونه، ومن ثم على الإنسان أن يتعظ ويرجع عما يفعل، لا سيما عند رؤية تلك الآيات. ولكن المشاهد التي حدثت في المملكة العربية السعودية أمس من أمطار ورياح وبرق ورعد تذكرنا بظهور إحدى علامات الساعة الصغرى التي حدثنا عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. الأشياء العجيبة التي حدثنا عنها النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام حديث يدلنا على تاريخ الصحراء في الجزيرة العربية أو على أرض العرب إجمالا، ويحدثنا عن شيء سوف يحدث بعد فترة من الزمن. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. سنتعرف عليها الآن سويا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا، رواه مسلم. طبعا هذا الحديث لا يمكن أن يتصوره إنسان يعيش في القرن السابع الميلادي، أي في العصر الذي قيل فيه هذا الحديث، لأنه لا أحد يتخيل أن الصحراء ستنقلب إلى مروج وأنهار، ولو تخيل ذلك لا يستطيع أن يتخيل أن هذه الصحراء كانت فيما قبل مغطاة بالأنهار والبحيرات والنباتات والمروج. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، حدثنا عن هذا الأمر، وهذه معجزة تشهد على صدق كلامه. والله يا جماعة الخير، أقسم بالله العظيم، 195 كيلو من مخرج الشفية إلى وادي الفرات، أخضر يعني المنطقة كاملة من إلى على مد نظرك خضر، ما
مع تصوير الجوال ومع الشمس والله ما يبين شيء. ولم تنكشف أمامنا إلا حديثا جدا. في منتصف القرن العشرين بدأ العلماء يدرسون ما يسمونه دورة الطقس أو دورة المناخ، ووجدوا أن هنالك دورة للكرة الأرضية ليس حول نفسها أو حول الشمس أيضا. فالآن الأرض تميل أثناء دورانها على محورها بحدود 23 درجة ونصف، وبسبب هذا الميلان ينشأ كما نعلم الصيف والشتاء والربيع والخريف. ولكن هذا المحور مثلا قبل آلاف السنين كانت درجة ميلانه أكبر مما هي عليه اليوم، وقبل ذلك كانت أكبر، ولذلك فإن الأرض كانت تمر بعصور يسمونها العصور الجليدية. ومنذ أكثر من 20,000 سنة كانت أوروبا قارة أوروبا مغطاة تماما بطبقات من الجليد يبلغ سمكها مئات الأمتار. هذه الطبقات التي غطت قارة أوروبا بالكامل قالوا إنها حدثت في العصر الجليدي منذ أكثر من 20,000 سنة. لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا، مروج يعني جمع مرج وهو البستان أيضا، وأنهارا النهر معروف. هل هذا يا جماعة، هل كانت جزيرة العرب أصلا مروجا وأنهارا أم لا؟ بدأ علماء وكالة ناسا في رحلتهم حول كوكب الأرض باستكشاف المناطق الأثرية والمناطق التي تحتوي الثورات الطبيعية مثل الغاز والبترول. وأخيرا قالوا لماذا لا نبحث في صحراء الربع الخالي، وهي صحراء تمتد آلاف الكيلومترات وهي خالية تماما، يعني لا تكاد تجد فيها إنسان ولا بشر. ويستحيل على عقل إنسان أن يصدق أن هذه المنطقة كانت ذات يوم مغطاة بالأنهار والمروج. وبعد استخدام تقنيات المسح عن بعد وجد العلماء أثارا لغابات كثيفة ومروج تمتد لآلاف الأمتار. ويقول العالم الذي أشرف على هذا الاكتشاف قال بالحرف الواحد إن هذه المنطقة كانت ذات يوم مغطاة بالأنهار والبحيرات العذبة والنباتات والمروج، وأن هذه المنطقة كانت في ذلك اليوم أي في الماضي أشبه بأوروبا اليوم، يعني كانت تماما تشبه أوروبا في أنهارها ومروجها وأشجارها. ومن الأشياء العجيبة التي حدثنا عنها النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام حديث يؤكد أو يدلنا على تاريخ الصحراء في الجزيرة العربية أو على أرض العرب إجمالا، ويحدثنا عن شيء يقول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. إن منطقة الربع الخالي تشكلت قبل حوالي 2,000,000 سنة، ولكن هذه الصحراء لا تبقى على حالها بل تتبع نظاما جيولوجيا مدهشا، حيث نلاحظ أن الأنهار والغابات تغطي هذه المنطقة كل فترة من الزمن. أرسلت وكالة ناسا ذلك القمر الصناعي التابع لهم، وبدأوا بالتقاط الصور بالأشعة تحت الحمراء وبأشعة الراديو وباستخدام كل التقنيات المتاحة لديهم. وبعد أن أخذوا الصور، هذه الصور تظهر لنا ما تحتوي الأرض على عمق عدة أمتار تحت الرمال وتغطي مساحة 8,000 كيلومتر مربع من الربع الخالي. شكرا لكم على متابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به ومشاركته والاشتراك بالقناة.